Chérie FM, spécial santé, by Med.TN, مع هجر الحناشي. EFM أحلى راديو عسلامة، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا. هذا ألو EFM سبيشال سانتي باي ميت بونتين، أول موقع طبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيه أقرب طبيب ليك وتاخذ معاه موعد على الإنترنت. موضوعنا اليوم هو ليتاش بغون، وحاضر بحذانا دكتور معاذ بن سالم، طبيب مختص في الأمراض الجلدية والتناسلية. إذا كان عندكم أسئلة في الموضوع هذايا مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. ألو EFM سبيشال سانتي باي ميت بونتين. دكتور مرحبا بك بحذانا في EFM. بيك وشكرا على الاستضافة، والتحية لمستمعات ومستمعين إذاعة EFM. عايشك الله يخليك دكتور. دونك اليوم احنا باش نحكيو على حاجة مهمة برشا، هي تخص نساء ورجال، مي سورتو تخص نساء وتقلقهم برشا حتى في العلاج. هما يعالجوا ديجا بداو متقلقين منها، اللي هما ليتاش بغون. احنا هبطنا للشارع سألناهم حسب رايكم شنو هما ليتاش بغون هذوما، منيش يجيو، كيفاش نجموا نعالجوهم، نسمو شنو قلبا نجاوبو. حسب اللي نعرف واللي الظاهرة هذه تجيل العباد اللي تقعد برشا في الشمس والبوم تاعها سنسيبل برشا، ولا الكبار في العمر، والتريتمون تاعها فما دي بوماد نتصور، فما دي ميديكامون اللي واحد ينجم ياخوهم باش ينحي لي تاش برون. واحسن حاجة واحد يشوف ان دكتور سبيسياليست هو اللي باش يقول شنو التريتمون اللي لازم نستعملوه. والله مش باش نقول لك، معني يعني ما عنديش فكره كبيره على ليتاش في الوجه، خاطر الحمد لله معني ما عنديش منهم. اما معني واحد مثلا تحرق ولا عنده سيكاتريس هكا ولا حاجه يعني كبيره مش بالسهل باش تتنحى، ينجم يلتجئ لعمليه تجميل مثلا. ليتاش برون يظهروا اكثر مع الشمس، وفما ان سيغتان مومون ا بارتير من لي 40 فما عباد يبداو يظهروا عليهم ليتاش برون، سواء في وجوههم سواء في بدنهم سواء في بارتي من لي كور نتاعهم، والاكثريه معنيها في الوجه. سي تان سيني نتاع الفييسمون هكا، يبدا هكا العبد ما يكبر شويه يولي يظهر ليتاش وبخلاف الشمس وكل. والله ايش باش نقول لك، ليتاش في الوجه نتصور ما يتنحاوش، حتى كان تستعمل دوايات يفتحوا اوكي اما ما يتنحاوش. هما برشا حاجات يطلعوا ليتاش اللي هما الدسه واللي سيغب، كيما الدخان يغمق الوجه والشفيف، والحبالة زيدة يقولوا تغمق الرقبة. حاجة أخرى نقعد باهتة في برشا نساء يحبوا ينحيوها، يحبوا ينحيوا بوسط الخال والمشط، دي بالعكس دي حاجة تزين الوجه هذوك. ماهيش حاجة غراف ولا حاجة دونجوروز بلوز أو موان، سا ديبون أنت والتاش كيفاش طلعت لك. بيان سور دوما طلع لك تاش مش أنت وحدك باش تشوفها وتحكم وحدك، لازمك تمشي طبيب الدياغنوستيك الحاجة هذيا ويقول لك. ليه كنا نسمع في مختلف الاراء احنا دكتور. جوست نعاود نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو لي تاش برون. دونك مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. ديجا احنا نفسروا لهم دكتور اش معناها ديجا لي تاش برون هذوما. سمعت معناها راي الشارع، فما حاجات صحيحه فما حاجات اللي ما فيها بس لو كان معلومات نصلحوها. بون الموضوع نتاع لي تاش برون هو موضوع كبير، وعلاش جبدنا عليه توا في شهر سبتمبر؟ زوز اسباب. اول حاجه المشاكل هذوما تكثر في الصيف بطبيعه، توا يجي وقت اللي تولي تقلق ويولي الناس تحب تعدي وتحب تنحيهم، هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى من ناحيه الدويات، في الصيف ساعات صعيب شويه باش الدوام، فما حاجات ما نجموش نعملوهم واللي هما نجمو توا نعملوهم كي يبدا قدامنا خريف او خير وخير في الشتاء. بون بالنسبه للموضوع نتاع اللي تشبغين، هما فما انواع، لكن اكثر حاجه منها اللي هي خاصه موجوده في افريقيا الشماليه الكل، نقولوا مش كان في تونس، خاطر حتى كي نحكيو مع زملائنا في الجزائر وفي المغرب يقولون عنا نفس المشاكل، هو اللي كان يسميوه بصفه غالطه لو ماسك دو غروسيس. كان قبل يقولوا لو ماسك دو غروسيس، لكن في الحقيقه هي تسميه غالطه. علاش؟ على خاطر ما يجيش كان عند مرأة الحمل وما يجيش كان عند نساء، نجم يجي حالات نادره لكن موجود حتى زاد عند الرجال، هذه من ناحيه. لكن دونك احنا في باللهجه التونسيه يسميوها، فما شكون يسميه الدسه، فما شكون يقولوا له الكلف باللغه الفرنسويه، تو التسميه الصحيحه هي ميلاسما. لكن ما فماش كان هالدسه والكلف، فما دي تاش اخرين. وقبيله فما اخت جبدت على الموضوع قالت راهو ابتداء من 40 سنه فما دي تاش دو فييس. بون هي مش 40 سنه في الحقيقه، اكثر شويه منها في 60 70 سنه. لكن فما بعض المهن ينجم بالمجد يطلع لهم بكري. ناخذ مثلا لو كان تاع واحد بحار
من صغره تلقى من 15 سنه هو في البحر هو يصطاد يعني ينجم في 40 سنه فيكتيمون يبدا يطلعوا له لي تاش. نفس الشيء بالنسبه للفلاحه راهو العديد من النساء اللي هي تخدم في الفلاحه وساعات من غير حتى وقايه ومن غير حتى بوز في القايله معنا معرضين للشمس هذوما الكل يجيهم اللي تاش بول. وباش نخليه في الاخر موضوع معناها هذاك حاله سبيسيال نحكيو عليه في الاخر بكل. نجيو الاهم حاجه اكثر حاجه اللي هي تقلق خاصه النساء هي الموضوع الدسه. الاسباب نتاعو ما فماش سبب واحد. فما العديد من الاسباب. فما بطبيعه العامل الاولاني هو عامل الشمس. وخاصه لي زولترا فيولي الاشعه ما فوق البنفسجيه. كانت قبل الفكره هو نحكيو كان على لي زولترا فيولي من نوع البي. كانت الناس كل تحسب كان هذوك اللي هما يضروا. هو في الحقيقه حتى لي زولترا فيولي ا زاد كيف يلزم معناها ضروري الوقايه منهم. لي زانفرا روج زاد كيف وحتى في السنوات الاخرانيين معناها اللي يعملوا في البحوث معناها اثبتوا انه حتى لا لوميير فيزيبل وخاصه لا لوميير بلو راهي تنجم تساهم في ظهور هاللي تشهد. حتى كيف تشوف لي زيكرون معناها تلقى يحمي من لي زولترا فيولي بي ولي زولترا فيولي ا ولانفرا روج ولا لوميير فيزيبل معناها باش تكون حمايه كامله. هذه حاجه دونك عامل الشمس هذا عامل مهم جدا. وكما قلت لك الوقايه راهي اللازمه. الوقايه بطبيعه كيفاش تنجم تكون حكينا على ليكرون دونك على الخصوصيه نتاعو. ليكرون راه ما يلزمش انسان ياخذه هكاك من راسه كيما جات على خاطر لي زيكرون معناها تختلف بالاعمار تختلف من معناها تختلف من نوعيه البشره من فما ناس عندهم جلده حساسه ما تنجمش تعطيه مثلا ان ايكرون معناها فيه دي برودوي شيميك معناها لازم يفو ميو تستعمل ان ايكرون مينيرال ما غير برودوي شيميك. هذه حاجه. لكن زاد الوقايه تنجم تكون عندها معناها كيفيه اخرى معناها باستعمال مثلا ان شابو يحمي خير من بلاش. مش معناها راهي حمايه 100% لكن يحمي لو شابو. فما انسان زاد ينجم يجتنب بعض الاوقات اللي هي تكون الشمس مضره اكثر من اوقات اخرين مثلا الفتره ما بين ال11 وما بين 4 نتاع العشيه دونك الاشعه تكون مضره اكثر. هذه فيما يخص الدسه. لكن فما زاد عوامل اخرى بخلاف الشمس. فما شنو اللي يخلي يظهر اكثر عند المراه هو عامل الهرمونات لي زورمون وخاصه الهرمونات الانثويه. وهنا الاشكاليه فين تقول لي هاتوا نعملوا تحاليل ونعملوا دي بيلون ونعملوا تصاور ونعملوا ايكو بون ساعات نجم تلقى حاجه اللي هي فيها ما يتعالج. لكن نقولوها من توا في اغلبيه الحالات ماكش باش تلقى حتى شيء. تلقى معناها الهرمونات تخدم بزيت ما فماش علاش هذا هو الموضوع اللي ربما يقلق به. فما زاد عوامل اخرين. فما عامل وراثي معناها اغلبيه الحالات كي تسال مراه تسال تلقى عندها اختها عندها عمتها عندها امها عندها خالتها معناها الحاله الوراثيه موجوده. فما عامل زاد الضغط النفسي يقولوها لك راهو في الفتره اللي انا ستريسي ولا صارت لي مشكله ولا حاجه راهو في الفتره هذيك اللي تاش بغين كثروا. فما زاد بعض الدويات مثلا وخاصه البيلول كونتراسيبتيف يعني الواقي من الحمل ولو انه المعلومه هذه معناها ولات فما شكون ولا يرجع عليها المساله دي يقول لك لا ماهيش 100% ماهوش سبب باش نقوموا نقصوا على البيلول كونتراسيبتيف. على كل حال مازال الموضوع مازال معناها الحديث عليه. فما زاد ادويه اخرين معروفين نجموا يعملوا دي تاش بغون خاصه معناها بعض الادويه اللي تتعطى في امراض القلب في الدقه الزايده في ضغط الدم في السكر معناها في الامراض الاعصاب ينجموا زاده يساهموا في كثره اللي تشبه. هذه معناها كثره العوامل تخلي اللي الدواء ماهوش سهل معناها كل حاله وحالتها. فما موضوع اخر معناها قبل ما ننسى هو معناها فما نساء تحسب وقت اللي تحك الجلده بالكاسه باش تنحى الكحوليه. هذا نقول لك لا لانه هذاك زدت شويته انت كيك هذاك اعتداء اعتداء على البشره وكل اعتداء هذاك ينجم يسبب التهاب اللي هو يزيد
في الغموقيه هذه. فما زاد عامل اخر هذا من اخر معناه مظهر في الميدان نتاع الميلازما هذه هما تلقى ساعات وراء الميلازما فما الناس عندهم اون موفيز سيركولاسيون دو سون معناها اون كوبروز معناها تلقى ساعات العروق جيدين العروق معناها الدم يدورش فيهم مليح هذاك ينجم راهو يساهم زاد حتى في ظهور الليتاش. هذوما العوامل لكن علاش يظهروا الليتاش شنو اللي فما باه هنا فما كلمتين هما في الحقيقه فما ثلاثه اما باش نسهلوها باش نستعملوا كان زوز. فما الخليه اللي اسمها لو ميلانوسيت الخليه هذه موجوده في معناها في البشره في الكوش السطحيه لكن في الجزء اللي هو الغارق نتاع الكوش السطحيه وهو اللي يصنع هالميلانين هذوما هالميلانوزوم. وفما ماده الميلانين اللي هي تجم معناها تتصنع بكثره هنيا فما حاجة مهمة راهو معناها بالنسبة للدواء العلاج ما يكونش كيف كيف وقت اللي تبدأ حاجة سطحية كما حاجة معناها غارقة. الحاجة السطحية تداوى بسهولة كي تمس مثلا ليبيديرم أسهل من اللي يكون يمس لديرم. هذه معناها يظهر لي عملنا دور على شنو هما الاسباب نتاع الليتاش هذوما. باهي باش نكملوا نحكي وحنا معاك دكتور جوست نعاود نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو الليتاش برون وحاضر بحثينا دكتور معز بن سالم طبيب مختص في الامراض الجلديه والتناسليه. اذا كان عندكم اسئله في الموضوع هذايا مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. سبيسيال سونتي باي ميد.ان رجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى كش للاربع نتاع العشيه تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف. موضوعنا اليوم هو الليتاش برون وحاضر بحثينا دكتور معز بن سالم طبيب مختص في الامراض الجلدية والتناسلية. إذا كان عندكم أسئلة في الموضوع هذا مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. جينيرالمون دكتور العبيد ولا نسي كي يحكيو على اللي تشبغون يحكيو هكا مش مزيان ومش حلو على الوجه نتاعهم ومش مرتاحين نفسانيا فيه. قول قائل اسكو اللي تشبغون هذوما عندهم جانب جميلي هكا هو اللي نجم يخبي وراهم أمراض خطيرة ولا مرض جلدي خطير؟ شسمه موش كان الجانب الجمالي الجانب الجمالي راه عنده قيمه اي معناها ناخذ مثلا الحاله نتاع امراه تخدم في فرونت اوفيس في معناها عندها علاقه مع الحرفاء بدأ بها يبدا وجهها معناها عندي انت حتى لو روحها في الدار تعبر 50 ما زاد ساعات طبيبه نقول لك القايل هي باش تعالج الناس لازم تكون زاد معناها البشره نتاعها نظيفه. دونك الناس تتقلق من هذا لكن بخلاف القلق من النفساني فما راهو ساعات امراض تجب تتخبى وراء هذا. حكينا قبيله دونك وجبدت واحد من المواطنين على حكايه لك لي لونتيغو اللي يجيو معناها دي تاش برول اتسيتيرا لكن ماهمش الكلهم راهم معناها حاجات بسيطه عندناش معناها فمن المش هذاك خاصة معناها وراثي أما بخلاف المش فما ديتاش أخرين معناها يطلعوا على خاطر الإنسان تعرض للشمس معناها بصفة مفرطة حياته كاملة. وهوني نحب نقول اللي راهو الناس الكل ما همش سواسية قدام تأثير الشمس فما تصنيف من 1 إلى 6 1 معناها مش محمي من الشمس معناها 6 محمي بالقدا. احنا التوانسه اغلبيتنا بين البني نقولوا اغلبيه التوانسه في الاربع ثلاثه اربعه اربعه ونص معناها اغلبيه التوانسه يعني فما حمايه معناها لكن الحمايه هذه ماهيش مطلقه. ورا هذا الشيء نجم يقع هنيا هي كلمه ترجع لكن مجبورين باش نحكيوا على الموضوع هذا موضوع السرطان نتاع الجلد. هنيا السرطان تاع الجلد فما انواع فما النوع اللي هو ربما اقل خطوره من غيره كان سهلو نسميه لوبازو. تلقى ناس مثلا تعرضت للشمس معناها حياتهم كامله وينجم يطلع له هالبازو هذه عمليه بسيطه ينجم يتخلص منها. لكن فما حالات اخطر من هذا اللي هو ما يسميه لو ميلانوم عافانا وعافاكم الله لانه من اخطر ما فما كسرطان. وقد ما انسان يفيق به على بكري قد ما خير. قد اللي كان معناها يفيق فيه في البدايه نتاعو ما
معناها فما امكانيه انه يمنع منه، لكن لا قدر الله معناها ما خذاش بكل جديه. وهوني نحب ناكد انه راهو مش كل تاش بغيون تاخذها هكاك معناها كيما جات. قبل كل شيء يزم يعدي عند طبيب الجلده. كنا قبل لو كان عيط لي ربما 10 سنين التالي مش نقول لك وي يلزمنا تحاليل ويلزمنا ناخذوا عينه. في العشر سنين الاخرين تقول لي شنو اللي صار؟ ظهرت تقنيه جديده اللي هي الديرموسكوبي. توا معناها ناكد لك اللي طب الجلد التونسي كلهم معناها متمكنين بها، اللي هي معناها تعطيك تقريب بنسبه 95% الدقه نتاعها يدرى اك الشيء هذاك سرطان ولا سرطان او لا. بطبيعه اللي كانوا لا نقعدوا بطبيعه نراقبوا فيه. اللي كانوا سرطان في مشكله، اللي كان فما شك وقتها نلتجيو الى العينه او تنحيه كامله وبعد نشوفوا. دونك هذه الكل معناها نحب ناكد اللي فما ساعات ناس تاخذها كيكا ولا ساعات يمشي سنتر ديستاتيك يقول لهم باللي يعملوا لي علاج ايتترا. وني نقول لك رد بالك قبل ما تمشي وتعالجها معناها كاين حاجه نتاع التجميل، اتاكد اللي هي ماهيش وراها لا قدر الله سرطان. حتى لو كان النسبه تكون ضعيفه لكن ما يعرضش انسان حياته للخطر. هذا موضوع حبيت نركز عليه على خاطر راه اللي ربما اهم حاجه. هو جوست سرطان تاع الجلد دكتور يس مانيفيست كاين باللي تاش برون ولا في حاجات اخرى احنا نجمو نفيقو بهم؟ هو ديجا منيش يجي اسكو يجي من الشمس ولا يجي منيش؟ اكثر عامل هو عامل الشمس، لكن فما عوامل اخرين معناها كيما العامل الوراثي. لكن معناها كيما قلت لك راهو السرطان نتاع الجلد مش الكل كي بعضه. فما اللي هو ماهوش مخطر بين ظفرين يعني تنجم عمليه بسيطه وفات الحكايه، فهمت؟ هذا اللي سميناه لوبازو. اما ديما نعاود نرجع للمشكله نتاع الميلانوم. الحمد لله الميلانوم راه ماهوش بكثره، فهمتك، لكن الخطوره نتاعو تخلينا نخمو فيه اكثر من غيره. هي فاش تتمثل الخطوره نتاعو؟ اسكو ينتشر في ساعه؟ في ساعه ينتشر ويمس معناها اعضاء كيما الكبده كيما الرواري كيما المخ. معناها اللي كان انسان ما يلقفوش في البدايه نتاعو معناها في خطوره قصوى على الحياه. معناها العلاجات نتاع اللي تشبغون دكتور كيفاش يصيروا؟ خاطرهم جينيرالمون ساعة يلزمهم برشا صبر، يلزمهم برشا وسعبي، يلزمهم برشا انضباط هكا والا لا؟ بالضبط. بون باش نقول حاجه ما مجبور باش نقولها، نعرف اللي نقول اللي تحب عليه ماهيش باش تعجب ياسر. راهو الدسه هذه راهو مرض مزمن. معناها المراه اللي باش تداوي باش تقعد تداوي فيه راهو سنوات وسنوات. برشا نساء يجيونا لا نحب دواء مره واحده، ما فماش الدواء نتاع مره واحده باش تبرى، ما فماش، ماهوش موجود. يعني باش تعمل علاج باش يحسنك قداش 60 70 80 90%، لكن بعد راهو ضروري الوقايه. ضروري انه مثلا كل عام باش نعاودوا اكل العلاج هكا. مع العلم اللي راهو بصفه عامه وقت اللي توصل المراه لسن ال 50 سنه سن المينوبوز يولي اقل. معناها يولي هذوما لي تاش يظهروا اقل لانه نفهموا اللي الهرمونات الانثويه نقصت. مش معناها اللي هو باش يتنحى. بون شنو نجمو نعمل؟ فما العلاج بالمراهم الجلديه. فما تبقى فما ادواء باش نسميه خاطر ماهوش ما يتباعش سي با لو نون كوميرسيال، هو الهيدروكينون. يبقى ديما هذاك لو تريتمون هذاك الرسمي. هذا معناها مستعمل تقريبا لي 50 سنه وحتى واحد ما نجم يقلع له بلاصته. خرجوا بعده دويات اخرين برشا حسب رايي الشخصي الكلهم يتساووا معناها ويتساوي، لكن كل واحد زاد كيفاش معناها. فما شكون معناها تقل الحاله نتاعو تمشي اكثر مع الدواء الفلاني الاخر مع الدواء الفلاني. يعني ساعات تلقى المراه زعما معناها تدور على عديد من العلاجات باش تلقى اللي هو يتماشى معها اكثر من غيره. فما زاد دواء جديد مازال كيف ضر ولا سيترانيكزاميك، نسمح روحي باش نسميه خاطر كيما قلت لك معناها ماهوش الاسم التجاري. بون يظهر اللي هو معناها عنده فاعليه لاباس بها، لكن مازال معناها ما عندناش النتائج نتاعو 100%، مازالت ماهيش موجوده. هذه حاجه. لكن فما توا تقنيات جدد
انا شخصيا مش نحكي لك ربما اكثر على البيلينغ لان هذاك هو اللي نستعمله انا شخصيا. لي بيلينغ قبيله شبتنا الموضوع قلت لي انت مش يخوف، قلت لك مو هذه فكره معناها كانت قبل يستعملوا لي بيلينغ فور اللي هما يمثلوا فعلا خطوره بالنسبه للجلد. توا معناها ولينا نستعمل لي بيلينغ مويان، وخاصه فما زوز دويات، فما لاسيد غليكوليك او اسيد دو فروي، ولا فما هذا لو تي سي ا، وفما زاد دويات اخرين نجموا نستعملوهم. وفما تلقى ساعات معناها لو بيلينغ فيه خليط من هالدويت هذو. لي بيلينغ راهم يتعاملوا كان في الشتاء، مش ممكن باش تعمل حصه نتاع بيلينغ في الصيف عند الطبيب. تو نقول لك علاش عند الطبيب بالطبيعه، على خاطر هو باش يشوف يدرى اك البشره هذيك تحمل ولا لا. اذا كان امراه عندها مشكله بتاع حساسيه جلديه وتقول لك انا اي كريم مش نحطها في وجهي باش تعمل لي حساسيه، بالطبيعه ما تنجمش تعمل لها ان برودوي اسيد، وخاصه توصل ساعات معناها الكونسنتراسيون الى 50% معناها. دونك يلزمنا من الاول معناها نشخصوا الحاله بالضبط، اسكو البيلينغ هذه باش يمشي معها ولا لا. البيليك بصفه عامه نتيجه به اللي كان نمشيو الى 5 أو 6 حصص او حتى اكثر. بصفه عامه ما بين الحصه والحصه تقريبا 15 يوم، لكن يلزمنا نردوا بنا. فما ناس ما يمشيش معاه من بيليك اكثر من هذا، فما ناس يزيد يتعكر. علاش يتغمق؟ علاش؟ خاطر ينجم هذاك يكون اعتداء على البشره، يتسبب في التهاب، وكل الالتهاب هذاك من بعد يتسبب في كحوليه. فما علاج، لكن بالطبيعه هذاك يزيد يطول لنا في المده العلاجيه. ولهذا من الاول يلزمنا ردوا بالنا معناها بالتشخيص الصحيح. وهنيا معناها ناكد اللي ضروره خاصه كي تبدا اول مره انه انسان يمشي للمختص في المجال هذا باش يقول للمراه يدرى الكام تاعك يتحسن ولا لا بالبيلينغ، ويدرى معناها شنو البيلينغ اللي يلزم. فما موضوع اللازاخ فيه وعليه. فما شكون يقول لك احنا نداويو باللازاخ؟ فما شكون؟ انا شخصيا لا، معناها بالطبيعه هذا راي شخصي، لانه علاش؟ احترازاتك علاش؟ احترازاتي على خاطر ساعات تجي تعالج ترجع بالمضرة. معناها كما قلت كي نجم اللازاغ يتسبب في معناها اعتداء على الجلده، التهاب في الجلده، وكل التهاب هذاك ينتج عليه اللي تشبغين هذوما اكثر من اللي كانوا. دونك فما احترازات، ما نقولكش لا. الريسك هذا موجود زاده في البيلينغ ولا اقل؟ اقل. دونك باش نربحوا اكثر طرق نتاع علاج نمشيو للاضمن واقل مضاعفات. خلينا نقولوا راي شخصي، هذا راي شخصي، ولو انه فما رايك مش طبيبه مش مفسر برا. معناها ما فما شكون زملاء يقول لك احنا والله نستعملوا لو لازير، لكن كيما قلت لك مع بعض الاحترازات. زاد ما يلزمش الانسان يجي يعالج وبعد يلقى روحه اكثر من اللي كان. باهي، هذوما بالنسبه للتدابير العلاجيه دكتور، اسكو عامه معناها فما تدابير وقائيه اخرى بخلاف انه نستعملوا ليكرون نبعدوا على الشمس والا لا؟ بالطبيعه كيما قلت لك معناها ما فيها بس، لو كان نعملوا ان بيلون معناها تحاليل معناها تخص الهرمونات، واذا كان نلقاو خلل بالطبيعه باش نعالجوه، معناها ما فماش حتى كلام. لكن كيما قلت لك نعاود لك مره اخرى، باش معناها راهو في اغلبيه الحالات مش تلقى حتى شيء، معناها تعمل بيلون تلقاها الموضوع معناها يختلف. فما زاد كيما قلت لك ردوا بالنا، اذا كان الانسان ياخذ في دويات اللي هي تنجم ترد الجلده حساسه اكثر من اللازم، يلزمنا ردوا بالنا. معناها الناس كيما هذوما معناها يلزمهم في الصيف يردوا بالهم اكثر من غيرهم. استعمل الواقي مش كيما جات، معناها لازم يكون الواقي مناسب للجلده، مناسب للحاله هذيك المرضيه. استعمل الواقي معناها مش تعمل مره في الصباح وفاء، لازم يتعاود استعمال نتاعو العديد من المرات. نحاولوا كيفاش نجتنبوا كيما قلت لك فما فتره اكثر من غيرها معناها مضره. كيما قلت لك زاد قبيله بربي ناخذوا اكران عطاه لك الطبيب مش خاطر فيه اوفر في بروموسيون، ما هذاك الشيء عامل هو غلط ولا صحيح؟
معناها خاصه معناها توا راهو لي زيكرون غاليين ياسر. معناها ناكد لك توا سوم ليكرون اغلى من فيزيته نتاع الطبيب. اي غاليين باش يمشي واحد يشري ان برودوي معناها اللي هو ماهوش مناسب بالكل للبشره نتاعو راهو ماهيش فكره باهي. على الاقل مريره يمشي عند الطبيب يقول له دير هذه راهي البشره نتاعك منها دهنيه ولا جافه باش يقرا حسابه زاد العمر باش يقرا حسابه برشا حاجات فهمت في من الناحيه هذه. فما موضوع حبيت نجبد عليه معناها ولو انه هو شويه اورسي شيء اللي هو الغلو نتاع لي زيكرون هذوما في صلب الموضوع وي اورسي في صلب الموضوع لي زيكرون غاليين ياسر معناها وبصراحه معناها ماهمش في متناول التوانسه الكل سيرتو كي تطلب منه ولا منها انك تستعمل ايكرون عام على 12 وكل ساعتين لازمك تعاود لابليكاسيون معناها نتاع الايكرون يولي مش في الزاب كي تشريه من غير ما نسميو الاسعار اما اسعار مشطه بليز او موان مشتة. لكن توا كيف تحكي مع الفابريكون ولا الامبورتاتور تقول له شبيك اخويا ملي كان ليكرون تاعك بسوم معين سوم معين ولا دوبل يقول لك اجي شوف لي تاكس اجي شوف معناها الضرايب المشطه. بون هوني معناها حبيت نقول لك اللي معناها في بلاد كيما استراليا اللي هي سخونه ياسر اللي عندها مشكله كبيره ياسر نتاع السرطان راهو ليكرون الواقي من الشمس راهو ترجعوا الصناديق الاجتماعيه. بون ما وصلناش الحاله كيما هذه اما على الاقل معناها نرفقوا شويه بالمواطن التونسي خاطر توا كي تجي تشوف انت ما عادش لوكس خاطر ماهوش لوكس ليكرون معناها ماهوش لوكس ماهوش لوكس وخاصة إذا كان تقرا حسابك لا قدر الله لو كان يقع سرطان نتاع جلده شنو هي التكلفة نتاعو؟ معناها التكلفة معناها ما نقولكش معناها قداش معناها الأدوية سوم معناها غالي بصفة نتاع بالعشرات الملايين معناها لو كان تحسب أنت شنو باش يربح معناها بالضرايب هذوكم المشطة وشنو بعد لا قدر الله إنسان باش يخسر في صورة ما إذا يحدث حالة متاع سرطان الميلانوم اللي حكينا عليه هذا. ده يعطيك صحة دكتور الله يخليك على توضيحات هذه الكل. عاودوا فكركم اللي موضوعنا اليوم هو اللي تاش بغين وحضر بحدينا دكتور معز بن سالم طبيب مختص في الأمراض الجلدية والتناسلية. إذا كان عندكم أسئلة في الموضوع هذايا مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. هجر الحنيشي تستنى في مكالماتكم 31 380 ألف. إي إف إم أحلى راديو. نبدأ مع أول تليفون من قصر هليل معنا أمل. مرحبا بك أمل. أمل كمال مرحبا بك جميل مرحبا يا جميل مرحبا مرحبا يا جميل مرحبا هو مش حتى مش لجمال من قصر هلال. مرحبا يا سيدي. والله يعطيك الصحة والدكتور يعطي الصحة على قال لنا برشا حاجات علمنا ديما لأني أنا ديما يا دكتور يا باهي بعد إذنك يا هاجر ديما عندي إيدي اللي صار معرضة للشمس خاطر نسوق برشا ونمشي للجنوب الشمس اليمين ما فيهاش ديتاش برين واللي صار فيها ديتاش برين ثم اللي قال لي تتعرض للشمس والدكتور ساعات يحكي فيها وفما الأقل من المآكل خاطر كل المقليات بصفة عامة ساعات نهز من الدار حاجة مقلية حاجة خفيفة ولا ساعات ناكل في الشارع رغم ما نتشجعش على المقلة لا روحي نحدد لأنه هذه تشبرين تحس بالكف ظهر الكف وفي حتى المنكب برشا جي تاش صور فيهم باش نقدم تحب لي كالكيلاتريس ومعايا كونتابل عاد صاحبي نقول هل ترى يا دكتور احنا باش نقولوا اون بي با لي زيليميني حسب رايي ما نحبش هذوما لي زيكرون ولا حاجات اللي قلت عليهم نحب حاجه طبيعيه مثلا تنقص اموان كما نقولوا اموان دي مال اقل ضرر باهي لما حالة الإكرام ماهوش ضرر أو تجدي مثال جديد يسر إصرارا دكتور جوست دقيقة جميل بزيد باش نزيد على سؤال سي جميل دكتور خاطر احنا بلوزمون نحكيو على تشبغون في الوجه مي فما عباد يتشكيو من اللي تشبغون يطلعوا عظمة في البارتي نتاع الصدر من الفوق في البارتي نتاع الظهر من تالي اسكو هما بيدهم اللي تشبغون اللي راح نحكيو عليهم ولا لا؟ بون بالنسبة للكام تاع الأخ اللي قاعد يحكي نحب ساعة نجاوب ونقول له ماهيش حكاية ماكلة مش حكاية ماكلة بالكل الحكاية راهي منها مربوطة بالشمس هو يقول لك أنا يدي اليسار وي على خطي لكن هو يسوق بطبيعة يده اليسار معرضة للشمس أكثر من يده اليمين إذا كان هو معناه يحب يعمل وقاية ينجم يستعمل بالثياب الملبوس معناها
على غالب ترسيله في الصيف سوريا يدين طويل، لكن تجب تحميه حاجه برك نوصيوه انه تكون معناها الاحسن فاتحه وتكون بيضة خير وخير. باه لي زيكرون بلوز او موا اللي نستعملوهم باش نمشيو للبحر اللي نستعملوهم للبدان، اسكو فيزابل اللي يستعملوهم العباد اللي يسوقوا كيما سي جمال والا لا؟ سي فيزابل يستعملوهم، لكن بالنسبه للواقي نتاع الشمس اللي يستعمل في الوجه راهو تلقى فيه 40 مليلتر هاو معناها 40 50 مليلتر على اقصى تقدير. اما فما واقي من الشمس اللي هما للبدن تلقى فيهم الكميات توصل حتى ل 200 مليلتر، سواء كان معناها تلقاه اون لي يتدهن ولا فما ساعات الفشفشه. معناها بالطبيعه تكون خير اذا كان يستعملها انسان في 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 بدن ولا في يديه. بي بارابور التاش اللي يطلع في ظهر دكتور وفي وفما شكون زاد حكيو في الميكرو تروتوار في الرقبه، اسكو هما بيدهم ولا لا؟ الوغ هوني بالنسبه للي تاش نتاع الرقبه بون ينجم يكونوا هما بيدهم، لكن فما 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 مرض بون مش نسميه على خاطر اسمه صعيب شويه. بون فما دي تاش مربوطين بالصحه. فما ناس عندهم معناها وزن زايد يطلعوا لهم ديتاش في الاماكن نتاع الضيق وخاصه في الرقبه. نجموا بالطبيعه نستعملوا معناها مراهم جلديه ولو انه الحكايه راهي معناها تطول تاخذ برشا وقت، لكن تلقى ساعات وقت اللي ينقص من الوزن المشكله تتحل. فهمتك، تفتيحوا وحدهم ولا؟ يفتح وحدهم وينجموا نعاونوا بالطبيعه بالمراهم اللي هي تفتح، لكن معناها بصفه عامه وقت اللي تلقى معناها هالحالات نتاع البقاع السوداء اللي تجي في اماكن الضيق خاصه في الرقبه او في الضبابط او في بعض الاماكن الحساسه، هذه تلقاه مربوط بزياده في الوزن. باهي يعطيك الصحه دكتور. نمشي له تليفون مويلي، معنا امال، مرحبا بك امال. اهلا بكم، مرحبا، اهلا بالدكتور. مع السلامه، مرحبا، تفضل. انا حبيت نفيد معناها بتجربتي انا الخاصه ونفيد المستمعين والمستمعات بالاخص، اللي هو بالنسبه للمراه اللي تاش برون هذوما، وجمال المراه وصحتها مربوط بهرمون الهيستامين. هرمون الهيستامين هو اللي مسؤول عن جمال بشره المراه، لانه الهرمون هذايا لو يكون فيه اكسي طالع برشا يطلعوا لها حبوب والتهابات في الوجه، وهو اللي يعمل لي تاش بري. اسكو تدخل فيه ساهم ولا كان غلط؟ ذهبت وسوف تعود. به مش مشكله، جوست اسكو المعلومات اللي قالتها صحيحه ولا لا؟ والله انا مش متاكد، اللي سمعت بالقدام حكيت على كلمه الهيستامين. ما هو الهيستامين حاجه اخرى، ما عندها حتى علاقه بالتشبرين. الهيستامين هذه تلقاها في مرض اخر، ربما الاخت هذه معناها قاعده تعمل في خلط ما بين لي تاش برون وما بين مرض اللي نعيطوا له بلغتنا احنا المره او لورتيكير. لورتيكير معناها مربوط بالهيستامين حسب رايي، اذا كان سمعت بالكدا كلمه هيستامين. الهيستامين هذا سي ان برودوي، هي ماهيش هرمون، سي ان برودوي يخرج من خليه يتسيب في البدن ويعمل لورتيكير، دونك يظن لي ماهوش تابع الموضوع نتاعنا. باهي دكتور، اسكو النساء اللي يستعملوا برشا مكياج والمكياج اللي بلوز او موا خلينا نقول ماهوش حاجه باهي، اسكو نجم يتسبب في لي تاش برون ولا لا؟ ينجم يتسبب، احنا جبدنا على الموضوع نتاع الدويات بصفه عامه، حكيت انا خاصه خاطر راه موضوع مهم جدا، انه معناها الدويات اللي تخص القلب الشرايين الاعصاب راهي تنجم تساهم في هذا، لكن نجم يكون زاده معناها استعمال معناها مراهم، فهمت؟ اللي هي ماهيش في حقها، ومن المراهم هذوما بيان سور فما لي فون دو تان. بون اذا كانوا فون دو تان معناها يكون من جوده معناها باهيه، معناها دو بون كاليتي، ما فماش مشكل، لكن الجوده هذه راهي مش ديما مضمونه. باهي اسكو استعمال لي فون دو تان اللي فيهم بلوز او موان اس بي اف من غير ما نستعملوا ايكران، اسكو مفيده للبشره ولا مش مفيده؟ والله سا ديبون الاس بي اف هذه قداش. مثلا تو تاخذ مثلا بلاد كيما تونس سخونه معناها وعدينا صيفيه تبارك الله معناها سخونه ياسر. الاس بي اف معناها الاحسن يكون معناها فوق ال 50، تلقى بصفه عامه قدامه 50 بلس.
سينو اقل من 50 بلس من غير ما تستعملوا تعمل ليكرون وتعمل فوق منه فون دو تان معناها يفو ميو ولا فما راهو دي زيكران معاهم فون دو تان انتغري في موجود تلقى فيه معناها الـ SPF موجود الـ SPF 50 خاطر إلا كان مثلا تو تلقى ساعات برودوي صنع سويدوا يقول لك انا نحط SPF 20 في السويد ربما يكفي في تونس ما يكفيش مش باش يكفي في, في في تونس باهي يعطيك الصحة دكتور الله يخليك نمشيو لسوسة معنا ناجية مرحبا بك ناجية ألو عسلامة عسلامة لالا مرحبا تفضل أي عايشك دكتور أنا أنصات عندي 4 موا توا طلعت لي معناتها دسه في النيفو دو بوتري ما نعرفش اسك هي معناتها من البحر ولا من الغروسيس نزلت ما مشيتش معناتها للديرماتو باهي تنجم تجاوب دكتور خي داكو عسلامة مدام عسلامة بالنسبة للكام تاعك ما فما حاجتين فما بطبيعة العامل نتاع الهرمونات اللي هو مربوط بالحبالة وينجم يتزاد عليه عامل نتاع الشمس بطبيعة العامل نتاع الحبالة نتاع الهرمونات ما نجم نعمله حتى شيء بالنسبة للمرأة حبلة بتنجم تعمل حتى شيء لكن تنجم تعمل وقاية من الشمس وتكون معناها بطبيعة كامرأة حبلة أكثر من غيرها باهي اسكو بعد يتنحاو بعد الحمل اللي تاشر دوما ولا الكحولية بلوزو موا وإلا لا هنية سؤال صعيب لأنه ماهوش ما نجمش نعطيك سؤال قطعي كل حالة وحالتها فما نساء تولد من هنا بعد شهر شهرين سيء كل شيء يرجع في بلاصته فما نساء مع الأسف ما يتنحلهمش يقعد لهم يقعدوا لهم معناها اون لو تريت ولا لي معناها تريتابل اون لو تريت باهي وينقص شوي انهم تستحفظوا تقول يتحسن نجم يتحسن كيما قلت لك قداش يتحسن نجم يكون 60% نجم يكون 80% نجم يكون 90% فما نساء ساعات توصل حتى 100% تقول لك تنحل يا جملة باهي ان شاء الله نمشيو لسوسة معنا عبير مرحبا بك عبير عبير كان بحذاك راديو ما غادي يسكروا امان واسمعني كان من التليفون الله يخليك ألو عسلامة أي مرحبا جوست الراديو اللي بحذاك سكره من غادي واسمعني كاين من التليفون لا ما عنديش راديو هذاك موتير يخدم ما نجمش نسكره راديو باهي خاطر فما حاسبة تفضل عبيرة بغيت عسلامة دكتور حاب نسأل دكتور تفضل بغيت عندي ديسار شكل عيني في وجهي مش عارفة ليش معناها هي كانت تاشر صغيرة ملي انت صغيرة اللي تاشر دوما لا هي كانت تاشر صغيرة بعد عميك يقول بعض الحاجب فهمت تاشر صغيرة عمين هو يتفرح لي معنيها في وجهي دي ما تفرح لي معنيها دي ما مشي في وجهي فهمت ولا وجهي دي ما بقيع قيعة كيل بيرد هكا قديش عندهم اللي طلعت التاش هذي؟ أنا هلا بيسكم كما شي شهر في من هكا شهر؟ ما هلا طلعت تاشر صغيرة مستيلة معنيها تبدا عادي معنيها تبدا صحة مش شمس ولا حاجة بعد نشا وتكبر ولا قاعد كيما هي اي كل شيء تقدر يا اسمع منيش نسمع فيك بالقديه عبير وفما صوت الحق مزعج بجنبك بلوزوم المعلومات اللي اعطيتيها طيب حاول يجاوبك بها الدكتور تفضل دكتور عسامة مدام بالنسبه للحاله نتاعك انت معناها ضروري التشخيص اي يسمها تعدي خاطر لازم نشوفوا شنو اللي عنده ادراك يدرى هذوما الدسة اللي حكينا عليها فهمت او حاجه اخرى دونك بالنسبه للكام تاع مدام ما فهمش حتى كلام يلزمها تعدي يلزمها تشخيص صحيح عند طبيب مختص باش يشوفها باش يستعمل كيما قلت لك الاله الديرموسكوب ويقول لها هذه شنو هي الحاله نتاعها دكتور اسكو لي تاش هذوما ينجموا يكونوا مصحوبين بالام والا لا ما يوجعوش لي تاش هذوما في اغلبيه الحالات في الاغلبيه الساحقه ما يوجعش اللي كان يوجع ربما وقتها تولي خطورة أكثر من غيرها أسكو يأكلوا وإلا لي حقا ما نعملوا حقا ولا لي الأغلبية لا أما فما حالات فما نوع متاع ديتاش وتلقاها مكعبرة شوية وتلقاها مزيتة برشا على ما تزيت درجم ساعات تولي تحك يسموها لكيغاتوس سيبوغيك اسمع على جسمك كلمة سيبوغيك معنى سبديغ مزيتة فما بعض الناس اللي كيغاتوس سيبوغيك متاحهم يوليو معناها يحكوا على خاطر من جراك التزيت هذاك دكتور اسكو نوع البشرة متاع العبد يخليه عرضة أكثر من غيره باش يطلعوا له اللي تشبغين وإلا لا تراني شو بجهم زيت ولا بشو شايح بطبيعة فما كما قلت حكينا على موضوع مهم هو حكيت معناها التصنيف من 1 إلى 6 هذاك أهم حاجة
لكن زادة معناها النوعية البشرة زادة كيف معناها تختلف من شخص لشخص. بالنسبة بصفة عامة الجلد المزيتة معرضة أكثر للتشبغيل، لكن حتى البشرة الشيحة كيف راهو ينجم يجاوب. باهي يعطيك الصحة دكتور، الله يخليك على التوضيحات هذه الكل. احنا مكملين مع بعضنا من توا حتى كشل الاربع نتاع العشيه. موضوعنا اليوم هو لي تشبغون، وحاضر بحدينا دكتور معز بن سالم، طبيب مختص في الامراض الجلديه والتناسليه. اذا كان عندكم اسئله في الموضوع هذا مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 الف. هجر الحناشي، رجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى كشل الاربع نتاع العشيه. تنجموا تكلمونا على 31 380 الف. موضوعنا اليوم هو لي تشبغون، وحاضر بحدينا دكتور معز بن سالم، طبيب مختص في الامراض الجلديه والتناسليه. اذا كان عندكم اسئله في الموضوع هذا تنجموا تكلمونا على 31 380 الف. دكتور، فما شكون جبد في ميكرو تروتوار على الدخان، اسكو الدخان ينجم يتسبب في انه لي تشبغون هذوما يزيدوا يغمقوا والا يظهروا والا لا؟ الدخان معناها اكيد معناها من العوامل اللي هي تنجم تزيد تعكر الحاله، وخاصه ماده النيكوتين. لازم نعرفوا راهو الدخان معناها عنده تاثير سلبي على البشره، اللي هو البشره تولي تخشان، النقب نتاع 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 جلده تتسد، تولي جلده ما عادش تتنفس كما يلزم، وذين الكل ينجم يساهم انه معناها لي تشبغون يزيدوا. في الحاله هذه بالطبيعه اللي 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 يحبوا ربي يرتاح من الدخان، سينو على الاقل ما لازم منها اونيجين نتاع جلده بالغسيل، باستعمال لي غوماج معناها على الاقل باش نقصوا من الضرر نتاع الدخان. دكتور، اسكو الماكله عندها دخل في لي تشبغون والا لا؟ نوعيه الماكله نتاع مش بصفة مباشرة، بصفة غير مباشرة نجم معناها فما بعض الماكلات تنجم معناها مش ما نقولكش باش تتسبب في بشرة دهنية، لكن تزيد تعكر، وكما قلنا معناها البشرة الدهنية معرضة أكثر للتشبغ. باهي يعطيك الصحة دكتور. نمشيو لسوسة، معنا بسمة، مرحبا بك بسمة. ألو، عسلامة. عسلامة، مرحبا. عسلامة، مرحبا بك ومرحبا بالدكتور بحريك. ربي، انا حبيت نتكلم على وضعيتي. انا صافي توا 3 سنين هكاك ولا حتى اكثر شويه. بون، بداو يطلعوني، بداو في الاول معناتها دو تري بوتيت تاش برون او نيفو دي جو. الحق مشيت للطبيب، بون قال لي تمشي تعمل تحليل نتاع الكبده اكسيتيرا، دونك عملت كلالات وليزاناليز. قال لي بون سي بون سي با ان بروبليم، معناتها او نيفو دو فوا كذا، سو سون دي وقتها سمي لي اسم، قال لي ميلازما، ابارامون سي دو ميلازما. انا الحق شنو باش تعطيني؟ عطاني ايكرون، قال لي ديما اعمل ليكرون اكسيتيرا، انا نعمل في ليكرون. Mais j'ai constaté que les tâches sont ça s'étend, on est encore plus. Une très petite tâche au niveau de la lèvre supérieure, on a dit que c'était kiff-kiff, toi ça, au niveau du nez. Bon, le haq, كي نبدا كي نحكي انا مشيت ساعه مشيت معناتها للميدسان، الحق عطاوني دي كريم، معناتها كي نمشي يبدل لي الكريم. مي فما مره ما نعرفش، ومعناتها العباد كل واحد الحق، احنا في تونس الناس كلها تولي طبة، فهمت؟ اللي يقول لي اعمل لو تريو دو كليكمان، اللي يقول لي اعمل بي ار بي، اللي يقول لي اعمل كذا. قعدت حايرة، والله قعدت حايرة، ما عادش عارفة شنو باش نعمل. في الآخر قلت لهم اسمع يا أخي، واحد شنو هو بون، إذا كان سي با غراف جو في لاكسبتي وكهو، فهمت؟ مي واحد يخاف اسكو ساعة هذيا معناتها سي ان سيني دو، خاطر تو يقولوا حتى لي تاش يسميهم دي تاش دو غروسيس. أنا تبارك الله معناتها كبيرة شوية بالعمر، دونك كبيرة كومان، جي 50 عام، معناتها ماهوش لي تاش دو غروسيس. الحق ما عرفتش اش نعمل بالحق، معناتها حيرة. سي فغي واحد ساعات يغزر، معناتها يقول علاش إذا فما حل برا نزيد نشوف ونزيد نعمل. وبعديكش الحق، سي أنت تعرف لي ميدي هذوما لي كريم وكل تحب لهم برشا برشا جهد، معناتها لازمك مواظبة وكل. وأنا جيتي تخيط معناتها دو فيغ سا، مي تعدي ساعات بالعام عامين، إي بي
je ne vois aucun résultat avec les crèmes. وصلت والله صدقني نوصي عليهم من برا باش يجيبوهم لي انا والطبيب باش يقول لي فهمت. دونك vraiment je sais pas est-ce que je peux passer par des méthodes plus واحد ما نعرفش انا فما le مش le laser خاطر le laser قالوا لي c'est déconseillé par contre فما le peeling avec est-ce que je peux passer par ça بالحق معناتها جو بروفيت باش دكتور معناتها ينعتني كوا شنو لازمني نعمل وكاو ميرسي ميرسي بوكو. عايشك تفضل. السلامة يا مدام. بالنسبة للكام تاع المدام والله يلي تخيز انتريسون خاطر معناها هذيك الحالة اللي نشوفوها تنجم تقول كل يوم في العيادات نتاعنا. معناها اون فام بون الحاجه الباهيه سكو جابت لي التشخيص من عند معناها عدات ديجا وقال لها طبيب راهو سيت ميلاسما نعرفوه شنو بنقول الميلاسما كيما قلت لك ما فماش معناها العصا السحريه هذه اول حاجه ما فماش الدواء يمشي هو بيدو مع الناس الكل بون نجم هذه المراه هذه يمشي مع الدواء هذا الاخرى يمشي مع الدواء اخر جبدت كلمه باهيه هي قالت لو تريو دو كليغمان انا قبيله حكيت لك قلت لك راه فما برودوي اسمه ليدروكينون قديم ليه 50 سنه هو الباز نتاع تريو دو كليغمان معناها زاد عليه حاجتين لكن تنجم تقول معناها ما فيها باس لو كان بطبيعه مش باش تستعملوا من راسها اتونسيو معناها يلزم طبيب مختص عنده خبره بالتريو دو كليغمان خاطر معناها راهي معناها سيت اون بريباراسيون سيت اون فورمولاسيون باش يحط دي كونسونتراسيون باش يقرا حسابه نوعيه البشره نتاعها باش يشوف ادرا هل هل الكحوليه هذه ادرا سطحيه ولا غارقه معناها برشا حاجات اللي معناها لو تريو دو كليغمان ينجم معناها فعلا يكون حاجه انتريسون اللي كان معناها ما مشاش مع لو تريو دو كليغمان او اذا كان ما تحبش تحب تستعمل ديريكتومون لو بيلينغ ينجم لكن راه ما فماش ان برودوي باش يعطيك لا غارونتي 100% هذه نكونوا سيغ فما كيما قلت لك لي دو بيلينغ اللي مستعملين اكثر هما لاسيد غليكوليك من شيره ولاسيد تي سي ا باش نسهلوه من شيره اخرى جبت زاده على كلمه البي ار بي لي مالا ولكن ما عندهاش غارونتي مش معناها على خاطر باش تعمل بي ار بي معناها فما بعض الزملاء وزميلات يستعملوا برشا البي ار بي يقول لك فما نجموا نراو نتائج لما لا وحده جبدت على اللازير ومعناها قالت اش سمعت وانا معناها نأيدها في الكلام هذا دونك هذه ان شاء الله نكون جاوبت على التساؤلات نتاعها. يعطيك الصحة دكتور الله يخليك. معنا كريمة وي عسلامه. عسلامه كريمه مرحبا. عسلامه اهلا. عسلامه دكتور لاباس عليك. الحمد لله. الحمد لله. ايه باهي دكتور. باهي كريمه سمعنا كان من التليفون ما تسمعناش من الراديو. تسمع فيا براتيا؟ اي احنا نسمع فيك راه جوست انت اسمعنا من التليفون ما تسمعنيش من الراديو. اي باهي انا تفضل. دونك دكتور انا مانيش مغرسه وعندي دسه قديمه. مشيت قبل للطبيب عطاني دواء والكل اما حطيت الدواء بالدواء معناها هذيك نقصت لي شويه من بعد معناتي كونسلتاسيون اخرى والكل كي رجعت له حسيتها معناها عاودت رجعت لي من الاول ساشون كي قديمه معناها مش جديده فهمت ما عرفتش معناها شنو هي الحل واسكو باش تتنحى معناها فما بوسيبيليتي انها تتنحى كومبليتمون ولا خاطر حسيتها حتى مع الشمس معناها زاد تغميق اكثر ولات مقلقتني معناها ظاهره في وجهي. انت وظبت على الدواء نتاعك كريمه؟ اي ديما نكمل معناها الدواء. انت رجعت للمرة الثانية ديجا انت مواظبة على الدواء ولا ما واظبتش؟ لا مواظبة على الدواء، جبت كي بدل هو الدواء رجعت لي. باهي. تفضلي. السلامة يا مدام كريمة. والله هوني زاد حالة تخي انتيريسونت من الحالات اللي نشوفوهم كذا. جبدت مدام قالت انا مش معرسه افكتيفمون حابه تركز اللي هي ماهيش كادو غروسيس وهذا الراوح قاعدين معناها خاصة توا النساء والتي تعرس معناها ما عادش في العشرين سنه البيت ما يعرسوا في 30 سنه لكن الراو العديد من الحالات معناها نتاع الدسه هذه عند نساء ما همش معرسين جبدت على تاثير الشمس هذه اكيد بالنسبه للدويات ما فماش كما يقول يعبر عليها بالفرنسويه لا باناسي اك الدواء اك اللي يمشي مع الناس الكل ماهوش موجود هذا هي باش تاخذ الدواء باش يقيدوا لها الطبيب
ينجم يمشي معها، ينجم يمشيش مع الدواء ذاك يبدلها دواء اخر. لكن في جميع الحالات ونحب نقولها مره اخرى، كنت اتمنى نقولها يا مدام راك باش تبرى في ساعه وفات الحكايه، لكن راهو نحب نكون صريح معها، راهو الدسه سي اون مالادي كرونيك، راهو مرض مزمن معناها يستوجب علاج على مدى طويل. فما برشا ناس معناها يقع عندهم خلط ما بين كلمتين، دواء ما مشاش معايا والا دواء مشى معايا لكن يرجع المرض وقت اللي نقصوا على الدواء. دونك حسب ما فهمت من المدام وقت اللي الداوي تتحسن تقص على الدواء يرجع به. مع الاسف كما قلت لك هذاك هو المرض معناها. هي جوست هذول ما قصدتش، هي جوست بدلها الدواء يا اخي، كي بدل لها الدواء رجعت كما كانت قبل، هذاك كانت ترجع للدواء الاولاني. خير يظلي معناها تعاود تستشير الدكتور نتاعها. وذي حاله راه نشوفها برشا، معناها نتعرضوا لها الناس الكل. ساعات نبداو مثلا بدواء قوي شويه نوصلوا الى نتيجه باهيه، لكن بعد نقولوا ربما خلينا نستعملوا دواء اخف، لكن مع الاسف تلقاه يرجع المرض. في الحالة هذه نعاودوا نلتجيو للدواء الاولاني اللي مشى معاه. باهي يعطيك صحة دكتور. شو مازالت نص دقيقة باش نسألو سؤال جينا من التليفونات باش نخلطو فيسع نكملو. اسكو الدويات نتاع الحساسية التنفسية الحرابش ينجموا يتسبوا في تاش برون والا لا؟ والله شوفي اذا كان فيهم مادة الكورتيزون وي معناها من الهرمونات اللي تنجم تسبب في اللي تاش برون. باهي اسكو النساء اللي يحميو في الطابونه ولا يخدموا في الملاوي ومتعرضين للسخانه ولا اللي يخدموا في الكوشه في بلاصه سخونه ولا في الحمام اسكو ينجم يتسبب لهم في ظهور تاع لي تاش بغون والا لا؟ والله مساله السخانه معناها موضوع ما وقعش الحسم فيه، معناها ما نجمش نجاوبك معناها بصفه قطعيه يدرى السخانه تتسبب ولا ما تتسببش. فما جبت لك على الموضوع نتاع اللوميير فيزيبل معناها الضوء خاصه الازرق وي هنيا معناها اثت البحوث اللي فعلا وي، لكن الموضوع نتاع السخانه وحدها راهو معناها موضوع ما وقعش الحسم فيه. يعطيك الصحه دكتور الله يخليك. احنا وصلنا براتيكمون لاخر ليميسيون نتاعنا لليوم، كان بحضرنا دكتور معز بن سالم طبيب مختص في الامراض الجلديه والتناسليه. يعطيك الصحه دكتور. ميرسي لمحمد وشيماء في الاعداد، ميرسي ميرسي الامين في الاخراج، ميرسي لايمان وايه في ايفان تي في. كنت معكم هجر الحنيشي، باي باي في الامان. الو اي اف ام سبيسيال سانتي باي ميد.ان.